السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. صراحه فرحانين حيت شاركنا في واحد العمل، الله يجازيكم بخير. الحمد لله فرحتوا بزاف الناس اللي فرحانين بهذا الخير، هذا اللي غتشوفوا معنا دابا بهذا الخير الكبير اللي عملتو. كنشكروا الناس داخل المغرب وخارج المغرب، والله يجازيكم بخير. باقي الرجال الحمد لله وباقي ولاد الخير، والخير ما عمرو غيتقطع. كنشكركم بزاف بزاف من كل قلبنا، والله على ما اقول شهيد. الله شكرا بزاف، وخليكم مع محمد. السلام عليكم ورحمه الله، كي داير لاباس عليكم؟ بخير هاني، نتوما بخير، نطلبوا من الله كلشيكم بخير وعلى خير. وكنشكركم بزاف على هذا المبادره اللي عملتو، والله يسهل عليكم والله ينصركم. عرفتي ولا واحد الفرحه كبيره ما تصورش، الناس الدواور كلشي فرحان، والله ملك الحمد على هذا الخير اللي عملتوه، والله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم حتى نتوما. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيما نتوما لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. المهم كنشكر اي واحد اللي ساهم في هذه المبادره هذه اللي عملنا، حيتاش ماشي مبادره، راه كاينين جوج ديال نعم طبعا جوج مبادرات راهم كاينين بجوج، واخا معنا بجوج واخا تعذبنا فيهم واحد شويه، ولكن الحمد لله يا ربي، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل حتى الناس اللي ساهموا يعني بفلوس ديالهم، يعني حققنا هذا الشيء هذا اللي عملنا. وكنشكركم بزاف بزاف، الله يسهل عليكم والله يخلف لكم ان شاء الله يا ربي اضعافا مضاعفه، والله يجازي اي واحد اللي المهم اللي ساهم في هذا الشيء، يخدم بيده يا ساهم بالفلوس. بالنسبه لهاد البادرات اللي غتشوفوا معانا، راهم احنا كما قلت لكم ويصال تعذبنا فيهم بزاف صراحه، وقعنا فيهم مشاكل بزاف، ما ندخلوش في التفاصيل تماما وما نقولوش شنو وقع، حيت ديك الله ديك الشيء كامل كيشوف ربي سبحانه وتعالى. والناس اللي حاولت اللي كتسارع علينا بالشر او حاولت تادينا او حاولت تمنعنا من واحد الحاجه ما نعملوها شيء، ربي فوق كل واحد، ربي كيشوف اي واحد وكيشوف كل شيء وعالم ما في القلوب ديالنا، واللي كيسارع علينا بالسوء ندعيوه ربي سبحانه وتعالى واللي غياخذ في الحق. حنا ما ندعيو حتى شي واحد، ما نسبو حتى شي واحد، ما نتعايرو حتى مع شي واحد، ما نقولو شي واحد دار خايب او دار هذا شي حاجه وهذا، غنخليو داك الشيء غنخليو الانسان من الله. حنا اللي علينا كنأديوه، الفلوس ملي كنشبروها منكم كنقول نعملو شي حاجه كنعملوها وكنزيدو من عندنا، ربي اللي شاهد، وكنعملو كثر من الجهد ديالنا اقسم بالله، والجيري سيرو اجو بزاف د الحوايج، والله العظيم ما كناخذو سنتيم بالحل، والله ما كناخذو سنتيم واحد، راه كلشي الحمد لله بالنسبه للصوائر ديالنا لا من المازوط لا من كلشي من عندنا من الجيب ديالنا، والحمد لله. وفا كيبقى خص شي حاجه في الاخر كنزيدوها من عندنا، راه حنا ما نقول لكم شي كنعطيو او كنعملو او كنديرو او نعطيو لهذه او نعطيو، لا داكشي بينا وبين ربي سبحانه وتعالى، وهادشي اللي كاين، واللي بغى واللي كيقول شي حاجه من نور من اللي خلقو. وكنشكركم بزاف. غنمشيو دابا، علاش كتشوفونا دابا مصورين حيت الطوموبيل، دابا غنتحركوا باش نمشيو ونشوفوا هذا العمل اللي عملتوه وعملناه كاملين مجموعين. صلوا عليه، اللهم صل عليه يا رسول الله، اللهم صل عليه يا رسول الله. جهنم عظيم، جهنم عظيم، جنة الصابرين، نار قوم الكافرين، والله صل عليك يا رسول الله. المحسنين الله يجازيهم بخير، فرحونا هنا في الدوار كاملين، وماشي عاد الدوار هذا، راه تبارك الله حفرنا ثلاثه ديال البير، البير الاول هو هذا اللي كتشوفوا، عندنا جوج ديال البيار هما هنا الفوق، عاود في واحد الدوار اخرين دابا غتشوفوا معنا حتى هما، غتشوفوا معنا كل شيء ان شاء الله جميع التفاصيل. كنشكروا هاد الناس بزاف اللي ساهموا معنا في هاد البيار، غندعوا معاهم واحد الدعاء دابا. اللهم يا رب اجعلها لهم صدقه جاريه، امين. اللهم اجعلها لهم صدقه جاريه، امين. اللهم اجعلهم في اعلى العليين، امين. مع النبيين والصديقين، امين. والشهداء والصالحين، امين. وحسن اولئك رفيقا، امين. كنشكركم بزاف، هذه هي الصدقه الجاريه. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الله
اللهم اجعل لكم البركة في الرزق ديالكم وفي الأولاد ديالكم وفي الصحة ديالكم وفي أي حاجة عملتوها، الله يجعل لكم فيها الصدقة والبركة. الله يخلف لكم هادشي اللي انفقتوا أضعافا مضاعفة. الله يخلف عليكم، الله يخلف عليكم. راه ماشي راه أي واحد جا لهذا البير هذا أو سواء البير آخر وشرب وخا غير دايز مع الطريق وشرب، يقول الله يرحم الوالدين لهالناس هادو اللي عملوا هذا الخير هذا. يعني واحد الصدقة جارية غتنفعوا بها في الدنيا وغدا امام لقاء الله. هنيئا لكم، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وكنشكركم حتى على هذا الجزر هذا وعلى هذا الحوال اللي ذبحنا، كنشكركم بزاف. الله يرحم لكم الوالدين باللي راه باش تكونوا عارفين راه هاد الناس هاد المحسنين اللي قاموا بهذه المبادره هذه الطيبه، حتى هما صيفطوا لي الفلوس ديال هادشي اللي هذا اللي الذبيحه اللي كتشوفوا دابا، وقالوا لي راه ذبحوهم، واي واحد يدي النصيب ديالو اللي دا شي حاجه بصحته فرقوا عليهم واحد كيلو الواحد. وكنشكركم بزاف. بالنسبه للبير هذا فيه 21 متر ولله الحمد حقنا النصيب ديال الماء. احنا كما كتعرفوا راه هنا السكينه ديالنا هنايا، راه عندنا الماء قليل، كنعانيو من الماء بزاف هنايا. انا الا لقيت الماء هنا فحالي لقيت عندنا كنز هنا. دابا كاين النصيب ديال الماء، يعني ماشي ديك الماء مجهد، ولكن مع الشتوى ان شاء الله غيعمروا مزيان. صافي ملي كيعمروا البير او تما وصافي. عاودكم الشكر وجزيل الشكر، وسمحوا لي بزاف. الله يرحم لكم الوالدين حيت طولت عليكم بزاف، باش تكونوا عارفين الاخوان راه تبارك الله مده هذه فاش تواصلوا معايا هذا المحسن، الله يجازيهم بخير. وطبعا راني معاهم في اتصال دائما وكنعلمهم بالمستجدات. وتعطلنا في هذا الحفر البيار حيتاش كنا كنحفروا بالكومبريس بسميتو بديكاجور، وكان وقع لنا في واحد الديفو وشحال دول السيد اللي خدام لنا في البيار جالس ما خدامش حتى صلاح المشكل، وعاد كملنا ولله الحمد وجازت الامور بسلام. وكنشكركم بزاف، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعلها صدقه جاريه ان شاء الله. شكرا بزاف. دابا كما شفتوا غنقطعوا هذا الجزر وغنفرقوا ان شاء الله شي هنايا في الدوار واحد الكيلو الواحد ان شاء الله، وغنمشي معكم للبيار اخرين عاود تشوفوهم. ارى له البني، قرب له البني تما من باش ما ناخذوك. تبارك الله يا الحمد لله يا عثمان الحبيبه. وين البير الثاني هو هذا اللي كتشوفوا، هذا راه عندنا فيه 14 ديال المترو، راه فيه الخير ديال الماء عاوتاني تبارك الله. وهذا تا هو عندنا مصوب الشبكه ديالو كلشي، هو كيبان لك الماء. نعم تا هو طلع فيه المترو. راه شوف، راه شوف الماء بزاف فيه الماء. على بزاف طلع الماء ملي طاح شي حاجه طلع الماء تبارك الله. هذا البير هذا اللي كتشوفوا ها هو هذا هو الثالث، البير الثالث فيه الخير ديال الماء تبارك الله. راه قريب عندي هنا حدا الدار، يعني قريب على هنا الناس كيجيو الحمد لله دابا كيسقوا منه. هذه المهم دي باني مزيان. هذا كما كتشوفوا راه باقي ما كملنا له شي، يلا حنا كيف سالينا البير هذا باقي ما كملنا له شي البني ديالو من هنايا، البني ديالو من هنايا. علاش هذا علاش عليناه وخلينا له الفم الصغيور ديالو من هنا؟ على حسب هنايا الشجره ديال الكرموس الوراق يعني الزبل ديالك كيطيح للبير، هذاك الشيء فضلنا حنايا نعليوه ونخليو هذه البليصه صغيره من هنا فاش كنسقيو. هذه مننا غنزيدو نعليوها واحد شويه ونعملوا له نعملوا له هنا واحد الحديده هنايا غتجي من هنا لهنا، راها عندنا منزله غنصاوبوها بيدنا انا ومحمد، وفيها الجراره ديال هنا، يعني باش الانسان كيجي كيعمر بالجراره كما شفتوا بيار اخرين عاوتاني. هذا هنا بالنسبه للدراري صغار، ما كيجيو لا دراري صغار لا حتى شي حاجه. يعني وليداتي انا كما كتعرفوا مريم ومروه، وليداتي انا ما كيخرجوش لهنايا. انتم كتشوفوا البير فاي عملناه هنا، انا البير ديالي عندي جوج تحت الدار، هذا عملته هنايا قريب على الطريق، يعني الطريق هي هذه باش الناس اللي جايز يشرب، الناس عاود الدوار يجيو يعمروا من هنا يجيو مقريب. عملته في الارض ديالي، هذا فيه 15 المترو. الله يرحم الوالدين المحسنين، لقيتو لنا البيار وحنا كنا نضيعو في الطيش، كنا نوطو نجيبو الماء من الواد. الحمد لله ما قاو لنا البيار وهذه هي، وكنكوزو مع الطريق كنكوزو نشربو، عاود الناس الدوار عاود كيجي البير قريب وهذه هي كيشربو. هذه المحسنين ديالنا قاو فينا الخير، الله يرحم الوالدين. دابا غنكوزو المبادرة الثانية، هذه هي البادرة الثانية اللي كتشوفوا ما شاء الله. لا
عند اخر المسجد الداخل. بسم الله كما كتشوفوا معنا هذا ضربناه كامل قريفي، مسجد كامل ضربناه قريفي. لاحظتوا في الاول كيف كان المسجد كان في شكل، دابا رجع مسجد واحد اخر. البرد المسجد ها هو هنا، عملنا الطواليط صلاحين، كلشي ديالهم بالماء ديالهم بالزلج ديالهم كلشي بيبان ديالهم كلشي. ها هما عندنا هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، وهذا أربعة، هنا الجلاس، وهذا هنا الشوفو كما كتشوفوا. هاد 100 لتر الماء سخون. منروح الكريفو عاوتاني هنايا، عملنا عاود البومبا اللي كتجبد لنا الماء من البير. هي هنايا عندنا مستورة من الشتاء، عملنا للبلاصة ديالها هنايا. هذا محل صغير هنا كياكل فيه الفقيه وكيوجد فيه. هنا لاحظتوا السراجم في الاول كانوا كاملين ما مفروعين مهرسين، كاعنا السراجم ديال الخشب اللوح. هنا عملنا دابا ديال الالومنيوم كاملين، السراجم اللي من برا ولا اللي هادو اللي هنايا الداخل كلشي ديال الالومنيوم. المسجد تبارك الله ما شاء الله، كان في شكل ورجع في شكل، تبدل على 160 درجه. الباب هذه بقوه ما كانتش مسبوغه، هذه كانت ضربه سنين هذا الباب هذه، وهذيك السفلانيه ضربه سنين كانوا بلا صباغه. تصوروا كان اللوح ديالهم داير شاب ورجعوا بحال قدامين، كبداو كيتفرعوا حيتاش ما كانوش مسبوغين، حيت الصباغه كما كتعرفوا راه كتحافظ على البيبان على الخشب. بسم الله. هذا الفراش عندنا هنا، فراش مطلوق الزربي، عفوا مجموع الزربي مجموع. هذا القبص اللي ضربناها كامله قبص هنا كما كتشوفوا. هذا هنا محل ديال الفقيه لداخل الموضع المدخل محمد، كمل الفقيه كينعس. هذا هنا الباب اللي كتشوفوا مسجود عندنا تما المنبر اللي كيستعملوا الفقيه في يوم الجمعه على حساب الخطبه. هذا هو المحل كبير هنايا ديال الفقيه، انتما الفقيه كتشوفوا. التلفازه هذه خدامه محمد ولا ما خدامهاش؟ لا خدامهاش، راه منزله وصافي. خدامه عند الفقيه، ما عرفتش خدامه الفقيه. كينعس هنايا، هذه هي الثلاجة كما كتشوفوا. هنا عندنا المنبر هو هذا، جمع ما يبقاش يصلي فيها النبي، هذا خلاه الجامع دابا رجعت مهجورة، يبقى فيها لا صلاة لا والو. هنايا باش تما عندنا من صلاة الجمعة حتى الصلوات الخمس كانوا كيجيو شي حاجة للناس قلالين، كي واحد كيصلي هنا واحد بعيد من الاخر صافي، ما بقاش الناس كيجيو كاع حتى في الصلوات الخمس ما بقاش كيجيو، الفقيه صافي مشى بحالو. حيتاش كيقول لك على الاخر انا نمشي نصلي بعيد على اخر مترو ولا جوج د المترو، اللهم نصلي في داري. شمن صلاه شمن صلاه هذه؟ واش الصلاه خاصها تكون جماعه، يكون الرجل مع الرجل، ولا نصلي انا هنا والاخر مع الثين؟ هذا هو السطح كما كتشوفوا، السطح عملنا له الزفت باش ما كيدخلش الماء. بالنسبة للمسجد الناس اللي ساهموا فيه يعني هذه مدة طويلة، فاش راه شي عام دابا كمحمد فاش بدينا الشغل هنا تقريبا. تقريبا مع شحال وقفنا هنا الخدمة ما خدمناش، مع شحال أشهر، والناس اللي كان ساهمت في المسجد كاملة بزاف منهم كانوا تواصلوا معايا، قلت لهم هاللي كاين وهاللي كاين وخبرتهم، كنت خبرتهم في الواتساب. الله يرحم لكم الوالدين، غصبروا راه ان شاء الله غنصلحوا المسجد وغادي نرجع مزيانه، وعاودت لهم كل شيء وفاهمينو. بزاف ديال الناس عاود ما عرفوا شيء اللي كاين، وكنطلب منكم السماحه. والحمد لله المسجد راه كما كتشوفوا راه ناضي، كل شيء ديالو الفرج ديالو القبص ديالو الصباغه ديالو كما شفتوا، الزفت من الفوق عملناه له كما شفتوا على حساب الماء باش ما يدخلش الماء. الصومعه الحمد لله هي كل شيء ديالها.
طواليطات عملنا الطواليطات مزلجين عملنا الشوفول عملنا السخان المسخون الحمد لله عملنا البومبا في البير المهم جميع الحوايج الحمد لله عملناهم المسجد ضربناه من برا كامل القريفي راكم كاع عارفين القريفي راه كيضربوا حل مده طويله يعني ماشي بحال الصباغه عاديه دغيا داك عندها عامين ولا 3 سنين كتقشر وهذا القريفي راكم عارفين كيضربوا حل مده طويله ما كيعمل له الشتاء ولا ما كتاثر عليه ما والو نشكر الناس كاملين اللي ساهمت في هذا المسجد الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين صراحه انا كنحس براسي في المسجد في حالي غريب علاش علاش اول حاجه المسجد في حالي مهجور رجع ما يعني شوف كيفاش كنا وكيفاش ولينا انا ما كرهتش نكون في الزحام ديال الناس هنايا دابا يكون مع شحال ديال الناس دايره بيا ونكون الفقيه هنا في جنبي وكيدعم معاكم ونكونوا فرحانين ونشطانين ولكن الحمد لله قدر الله والله يبعد علينا هذه الجائحه الدنيا هي هذه كما كتشوفوا المسجد راه خاوي دابا ما كاين لا صلاه فيه لا صلوات الخمس قليل فيه كيجي الفقيه حتى الناس ما كيجيوش الجمعه من عندنا ما صليش الجمعه مخلين واحد الجامع اللي بعيده علينا في الفيلاج اللي كيصلي فيها كل شي نهار الجمعه وخصك الا مشيت تصلي خصك يعني ترونسبور ولا اللي عنده الطوموبيل ديالو يمشي بعيده في الفيلاج قبل منكم الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير وكنعاود نطلب منكم السماحه مره اخرى تعطلت عليكم بهذا الفيديو بزاف شكرا شكرا بزاف للناس اللي ساهمت في الصدقه الجاريه الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم يا ربي وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته